أخبار اليوم. هنبتدي بقى السؤال الأول اللي هو الإجباري في علم النفس، اللي هو بيتكون من 12 درجة ومكون من 4 أجزاء، والمفروض أن أنا أحل ال4 أجزاء ما أغفلش سؤال منهم أو جزئية منهم. السؤال الأولاني كنموذج طبعا بنقول تتعدى طرق الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة، برهن على ذلك بالأمثلة. الجزئية دي عليها 3 درجات، وخلي بالك قال لي إيه برهن بالأمثلة. ففي الحالة دي المفروض ان انا بشرح جزئية جزئية وبذكر المثال عليها، لان كل جزئية بتبقى عليها درجة. المفروض ان احنا عشان اخزن المعلومة عندي في الذاكرة، المفروض ان انا عندي 3 طرق عن طريقها بيتم الحفظ والتخزين عندي، يا اما التسميع الآلي، يا اما التسميع الموضح، يا اما التنظيم. التسميع الآلي ان انا بقعد اكرر المعلومة اكتر من مرة لغاية لما تتم حفظها وتخزينها، زي كتير من الاطفال لما كنا بنحفظ جدول الضرب واحنا صغيرين، دوت احد الامثلة. أو مثلا لما كنا بنحفظ القرآن برضو بيتكرر بطريقة تلقائية وأكتر من مرة لغاية لما يتم حفظها وتخزينها، أو إن إحنا لما بنيجي نستدعي أي قاعدة نحوية أثناء الكتابة. عندي التسميع الموضح إن أنا بربط معلومة ببقى عايزة أتذكرها بموقف معين. عندي التنظيم إن دايما بنظم المعلومة بتاعتي وبربطها بحاجة مرتبطة بيها. عندي السؤال الثاني أو الجزئية الثانية من السؤال الأول بنقول عندي الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء لها تأثير كبير على النمو، وضح ذلك. الجزئية الثانية برضو عليها 3 درجات. المفروض ان احنا درسنا ان احنا عندنا العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الانساني، ولكن انا محدد لي في السؤال دوت عايز الغدد الصماء. احنا عندنا نوعين من الغدد، طبعا عندنا غدد كتير ولكن مقرر عليا الغدة الدرقية والغدة التيموسية والصنوبرية. الغدة الدرقية نقص إفرازها دوت قبل البلوغ بيأثر على نمو الهيكل العظمي بتاع الإنسان من حيث الطول، ونبص نلاقي إن الشخص بينمو بالعرض فيحصل عندي نوع من أنواع السمنة والقزامة. ولكن الغدة التيموسية والصنوبرية هنا بنقول لازم الطبيعي بتاعها إن هي تضمر قبل البلوغ عشان يحل محلها الغدد التناسلية، وإن ضمرت مبكرا فبيتم البلوغ مبكرا والعكس صحيح. وخلي بالك كل جزئية بتبقى عليها درجة ونص، عشان كده بنقول نقرأ السؤال ونشوف هو مطلوب مني إيه علشان ناخد الدرجة كاملة. الجزئية الثالثة من السؤال الأول بيقول لي ميز بمثال بين نوعي القلق. عندي نوعين من القلق، القلق الموضوعي والقلق المرضي. طبعا خلي بالك برضو مش بسرعة أكتب أي حاجة وأجري خير الكلام ما قال ودل، لا ده أنا عندي 3 درجات ومطلوب مني جزئين بتمييز، كل جزئية منهم عليها درجة ونص، بس الدرجة ونص دي متقسمة جوه الشرح. هنبص نلاقي كل نوع من أنواع القلق سواء كان قلق موضوعي أو قلق مرضي له تعريف أو توضيح وله أثار، واذكر مثال. فالتوضيح عليها نص درجة في كل جزئية، والأثار عليها نص درجة في كل جزئية، والمثال عليه نص درجة في كل جزئية. القلق العادي السوي دوت بيكون نوع من أنواع الخوف بس من شيء محدد، إني بخاف من تعبان مثلا على سبيل المثال. القلق أكيد بيأثر على أدائي أو على العمل بتاعي. هبص ألاقي عندي 3 درجات أو 3 مستويات من القلق، عندي مستوى منخفض أو متدني، وعندي مستوى متوسط، وعندي مستوى عالي ومرتفع. في حالة الانخفاض القلق المنخفض الأداء بيكون ضعيف جدا أو مفيش عمل أصلا ومفيش جهد. أما في حالة القلق بيزيد شوية أو يصل إلى حد المتوسط بيكون فيه جهد، بيكون فيه دافعية، بيكون فيه إنتاج، بيكون فيه جودة، بيكون فيه عمل إلى آخره. أما إذا القلق زاد عن المعدل الطبيعي بيحصل فيه نوع من أنواع الإنهاك وعدم بذل الجهد وبالتالي ضعف في الأداء. فبنلاحظ إن إحنا قلق الامتحان، طبعاً إحنا دلوقتي على وشك دخول امتحان الثانوية العامة وهي الفيصل، فإحنا كلنا خايفين. هنلاقي طبعاً في أشخاص عندها لا مبالاة اللي هو المستوى الضعيف، وبالتالي مش فارق معاها، وبالتالي ما بتذاكرش، وبالتالي ما بتعملش، وبالتالي ما بتأديش. ولكن بلاحظ ان طبعا الطلبه اللي احنا بنتعامل معاهم متميزين متفوقين حاطين قدامهم هدف، فهم قلقانين من الامتحان، وكل ما الامتحان يقرب يقلقوا اكتر واكتر، فيخافوا فيذاكروا فيسهروا فيبذلوا مجهود فينظموا المعلومه فيربطوا الاحداث بعضها ببعض عشان ان شاء الله المعلومه تكون في ذاكره المدى الطويل، وان شاء الله يستدعوها وقت الامتحان ويجيبوا الدرجه النهائيه.
ولكن إذا زاد القلق عن حده بتقلب ضده وبتتنسي المعلومة والجهد والعمل بيكون أو بيعوق تحقيق الهدف. أما عندي نوع آخر من القلق ومطلوب مني في السؤال اللي هو القلق المرضي، ده بيكون نوع من أنواع الغموض أو خوف من شيء غامض أو مبهم، يعني بيعيق الشخص من تحقيق توافقه مع البيئة المحيطة به. زي بعض الأشخاص تشوف ضابط الشرطة تجري، بعض الأشخاص تخاف من ركوب الأسانسير مثلا على سبيل المثال، فطبعا ده بيبقى نوع من أنواع الحالة المرضية ومحتاجة نوع من أنواع العلاج. لو جاوبنا الإجابة دي إن شاء الله ناخد 3 درجات بجدارة. عندي الجزئية الرابعة في السؤال الإجباري بتقول تركز نظرية التعلم الاجتماعي على المحددات البيئية للسلوك. طبعا عندي نظريات كتير بتؤكد على أن الشخص بيتأثر ببعض الحاجات وكل عالم بيبقى له المنحة بتاعه، ولكن المطلوب مني في السؤال ده أو في الجزئية دي نظرية التعلم الاجتماعي بتركز على المحددات البيئية للسلوك. بيقولك عقب برأيك في ضوء ما درست. احنا لما درسنا بندورة ودرسنا التعلم الاجتماعي لقينا ان فعلا سلوك الشخص بتتكون او بتتشكل من خلال المحددات البيئية، وبالتالي احنا بنقول ان البيئة بتشكل سلوك الفرد، وبالتالي شخصية الافراد تكون محصلة او نتاج للمحددات البيئية او تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة اللي هو عايش فيها. ومن هنا بنلاقي سلوك الفرد بيرتبط بعملية التعلم التي تم اكتسابها من خلال المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه. ومن هنا شخصيتنا اكيد كل واحد فينا بتختلف عاداته قيمه تقاليده سلوكياته اتجاهاته الى اخره.